ايزي بوكينج معتمرين أمانة في دينا. مرحبا من جديد، أهلا وسهلا، أهلا وسهلا ومرحبا بمشاهدينا أكيد في موعد جديد، موعد يومي من برنامج المونديال. وانطلق بالفعل المونديال، لكن الانطلاق كان كما قلنا وأكدنا وأشدنا بحفل أسطوري صح التعبير، حفل افتتاح من نوع خاص، خصوصية كبيرة، برشا رمزيات، برشا رسائل مشفرة. لك الكلمة قيس، باش تفكرنا هذه الرسائل المشفرة في علاقة بحفل افتتاح. هو صراحة يلزم استضافة كبيرة برشا في للتعليق على هذا الحفل. فيه رسائل عديدة جدا. اللوحة اللي ترسمت واللي حضروا لها تو من مدة كبيرة كانت جامعة وشاملة وبعثت برشا رسائل. احنا قلنا انه مونديال استثنائي، وقلنا انه راهو الحكم على المونديال راهو في اخر المونديال. احنا اليوم حكمنا من الاول على خطر فما حاجات مبهرة. اول حاجة الساعة انك تبدا المونديال اليوم بترتيل آيات من القرآن الكريم، هذه سابقة، وتدخل في الاستثناءات اللي حكينا فيها البارح، وهذا حاجة تشرفنا برشا. اختيار الآية حاجة مهمة جدا. اختيار الآية معناها من الكتاب المقدس متاعنا في 60 حزب فيه، تختار الآية وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. حطيناكم شعوب وقبائل باش تتعارفوا، باش تعرفوا بعضكم، باش تتواصلوا، مش معناها ضد الفرقة، ضد الحروب، ضد التمييز كما قال مراد بجميع أنواع. من قرأ الآيات اليوم؟ شكون اللي قرأ؟ ناصر الغانم. لمن لا يعرف ناصر الغانم، هو شاب قطري من ذوي الاحتياجات الخاصة والخصوصية، لكن تحدى المرض متاعه. هو اليوم سفير النوايا الحسنة لدولة قطر، عنده العديد من المؤلفات في مجابهة المرض وفي التحديات، ومعناها معترف به عالميا. شاب معناها لطيف مؤدب وقوي جدا، قوي قوي جدا بمعنى القوة. من ناصر الغانم نمشيو لوين؟ نمشيو للموروث الثقافي، الإمارات، ولاد عمومة ونساب. دونك اليوم الموروث القطري تحط اون فالور، لكن معاه فما بعد حداثي. البعد الحداثي اليوم مورغان فريمان اللي هو يمثل الولايات المتحدة الأمريكية، يمثل هوليود، يمثل التصوير، يمثل السينما، جاء باش يزيد يأكد أنه راهو لا للفرقة، وأنه بالرغم من اختلاف الأديان بالرغم من اختلاف البشرة بالرغم من اختلاف الثقافات، فما يد دائما ممدودة من زيد إلى عمر للتآلف والتحاب. نعم. صورة أخرى ممتعة وجميلة جدا بين أمير دولة قطر والولد متاعه اللي هو كان أمير قبله. نعم. عملية المريول اللي تحط وعملوا عليه التوقيع، والصور اللي شفناهم تاع الهوس والشغف بكرة القدم ما قبل الانفجار المعماري اللي صار في الدوحة. نحكيه على 35، اللي مشى للدوحة في آخر الثمانينات والتسعينات يعرف الدوحة ما فيها حتى شيء، لكن فيها الغرام والشغف بكرة القدم وفيها الهوس بكرة القدم. شوف اليوم بعد 30 سنة و 35 سنة وين وصلت الدوحة. دونك هالكونتراست هذا الموجود بين الصور القديمة والملعبية والأولاد قاعدين يلعبوا في صحراء تقريبا قاحلة، إلى صورة معناها حداثية كبيرة جدا. ثم ما ننساوش الصورة أنا اللي بالنسبة لي أنا ما هيش مش ممكن تكون اعتباطية، تواجد ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان اللي هو صاحب فكرة رؤية 2030، وللسعودية اليوم اللي يعرف المملكة العربية السعودية اليوم ما هيش المملكة متاع 5 و6 سنين التالي، الانفتاح الحداثي مع الحفاظ على المميزات والخصوصيات متاع المملكة العربية السعودية اللي هي فيها الحرمين الشريفين. أنا حسب رأيي لمن قريبك يقول سنوات قريبة يكون 12 سنة 20 سنة ستمشي على خطى دولة قطر في تنظيم كأس العالم، مش معناها دولة قطر أفضل من السعودية، مش هذا اللي نحب نقصده. السعودية يبدو لأنها باش تعمل كأس عالم في المملكة العربية السعودية، خاطر اليوم كي تشوف التوجه وتشوف الرياضة شنو اللي قاعد يصير فيها، وتشوف الاستثمارات اللي قاعد تتحط في الرياضة باش الرياضة السعودية اليوم بدأت توصل إلى معناها مستويات، نحكيو البارح على الدوري نتاعو، من الدوريات معناها
اللي فيها تنافسية كبيرة جدا. نرجع في الأخير، ناس لأصحاب الفكرة متاع الافتتاح اليوم ما كانش افتتاح تقليدي، كان افتتاح فيه العديد من الرسائل. ثم كلمة الشيخ تميم لما قال هذا المونديال راهو مرحبا بكم العالم الكل في قطر، يعني من شيم العظمة لله، من شيم الناس العظام والكبار هو التواضع. أنت اليوم صاحب الفرح، وبالعكس تقول للناس أنتم راكم الأهم اليوم مش أنا الأهم. فاستقبلوا لجميع الوفود المشاركة من خلال المنتخبات دليل على أنه بقدر ما تتواضع بقدر ما ربي يرفعك. بالفعل يعطيك الصحة قيس. نخو رأي نزار خنفير على حفل الافتتاح، شنو اللي بقالك فيه وشنو اللي شدك فيه؟ والله الأخيان قالوا كل شيء معناته، ولكن أنا حسب رأيي التنظيم اللي صار في الكأس العالم هذا كأس الامتياز أتم بمعنى كلمة، والرسائل كما قالوها الأخيان مشفرة كبيرة ياسر، وهذه أهم حاجة اللي حسينا بها. نقول لك بصراحة هذا شرف لكل البلدان العربية باش نشوفوا بلد عربي ينجم ينظم هذاك، ونفس الشيء معناتها يوري للعالم الكل رانا نشبه عندنا القدرة باش نعمله. وقت الناس كل تتلف والناس كل تتلم بالإمكانيات بالبشرية والمادية رانا نجم نوصله ودعمه خير منكم انتوما. هذا هو بيت القصيد. يعطيك الصحة أكيد، بالتوفيق لقطر في أكيد عملية التنظيم، المباريات، الأجواء، الحضور الجماهيري الكبير، أعتقد جاهزة. سمحني قطعتك، عندهم كأس آسيا نعم، ويفكروا حتى في الألعاب الأولمبية. صحيح. يعني المشروع مازال متواصل قدامه، مازال متواصل. كما المفاجآت مازالت متواصلة مع الشيغي اللي قاعدة تقدم في عروض استثنائية للتوانسة الكل. دوك كملوا مع الشيغي، واليوم باش نحكيوا على واحدة من أفخم موديلاتها اللي تقدمها لاستيا، الوكيل الرسمي لسيارات شيري في تونس، اللي هي تيغويت برو، الكهرباء العائلية بامتياز اللي تجينا بشكل مزيان وتصميم فخم. تتميز الكهرباء هذه، تتميز كهربتنا بحجم كبير اللي يعطينا 7 مقاعد يتمتعوا بمساحة واسعة وراحة أكثر. تيغويت برو تعطينا من أول انطباع اللي هي سيارة تجذب الأنظار من خلال قياساتها وتصميمها الداخلي الأنيق. استخدمت شيري مواد عالية الجودة وفينيسيون مخصصة عادة للسيارات من الفئات الكبرى. من خلال تيغويت برو شيري راهنت على الرقمنة اللي تلقاها في جهاز رقمي ذات مقاس 12.3 بوص، وأيضا إكران تكتيل اللي فيه مقاس 8 بوص مخصصة لتكييف الهواء وبرشا استخدامات أخرى. كيف نحكيه على المعدات أيضا، نلقاو تيغويت برو السيارة هذه حديثة تشمل أكيد عديد المزايا بما في ذلك كاميرا بزاوية 360 درجة. مع أسيستانس دو فريناج دورجونس مدعومة بنظام السرعة، ما غير ما ننساو لتواوفرون باناروميك اللي فيه أكيد صورة متميزة، وأي جانب ذلك المقاعد الجلدية وغيرها من الامتيازات اللي موجودة في هذه السيارة الاستثنائية بكل المقاييس على مستوى هذه الامتيازات وأيضا على مستوى السعر. تيغويت برو متوفرة بمحرك 1.6 أو 1.6 إسانس، قوة حصان 183، وأكيد معها بوات أوتو على ذاك حاجة استثنائية. نتبع مع بعضنا التفاصيل باش نكتشفوا هذه السيارة المتميزة. Chery, fun to drive.
بعد ما حكينا على حفل الافتتاح اكيد باش تحدثوا توا على ما قبل المباراه الافتتاحيه، جوا ما قبل مباراه الافتتاح بين المنتخب القطري والاكوادوري. فؤاد بوفتح كان على عين المكان، مهدي جبيلية ومحمد فليس اعدوا هذا التقرير، نشاهد ثم نعود. سيونس دونتيرمون تاع المنتخب، و ثم رساله وجهها السيد رئيس الجمهوريه الى المنتخب عديتها لهم، ومفحوى الرساله هذه هو انه لازم تكون عندنا الروح الانتصاريه، وتونس والمنتخب التونسي تجاوزوا مرحله المشاركه ولينا كيف نشاركوا، نحبوا المشاركه بتاعنا تكون ايجابيه، نحبوا نتعداو للدوزيام تور. نهزولهم العزيمه نتاعهم، باش نقولوا راه عندكم جالق في قطر هوني راهي معاكم اوفون. ماما الظروف الصعيبه نتاع تونس على القليله يخزروا العشرة منين كوين ساك السواو ولا يفرحوهم. كيف ما يرجع الفرطة النار اللي تحرقوا، كيف ما يرجع الفلاح، كيف ما يرجع الملاح، الله يرجع لك حاير ومهيب. تشوف جو عالمي، العالم التونسي رفرف ما عندي في قطر في الدوحة في البلايس الكل، اللي قاعد توا معناتها يتعدى راهو ما ليناش في حتى جالية أخرى. برافو للتوانسة وبرافو للجالية التونسية. هذا كله ما يتسمى حتى شيء قدام الماتشوات اللي باش تصير، يعني قدام الماتشوات خاصة الماتش الأول والماتش الثاني. عودتوا شاهدتوا الاجواء الخاصه بالمنتخب التونسي وجماهير المنتخب، لكن نمشيو توا للمباراه، مباراه الاكوادور والمنتخب القطري. المنتخب القطري انهزم للاسف الشديد بهدفين مقابل صفر، لكن امر من الهزيمه هو الاداء والمردود اللي ما كانش في مستوى انتظارات القطريين وايضا الجماهير الرياضيه العربيه، نشاهد ثم نعود. قبل ما نحكيه طبعا عن المباراة والآراء الفنية والتكتيكية والرسوم التكتيكية لكلا المدربين في هذه المواجهة الافتتاحية من كأس العالم، لابد أن نتحدث الآن مرة أخرى على مفاجآت البيانا في علاقة بحرفائها.
يوث سبيس ايتان سباس ديديو جون تابع البي ان بانك. يوث سبيس فيه دي برودوي دي سيرفيس بانكير للشباب اللي يحب يخدم ويتحرك ويعبر على رايه. تابعوا يوث سبيس على انستغرام فيسبوك تيك توك وتويتر، تلقاو لي زوفر لي باك سيرفيس اللي نجموا يعاونوكم ويقدموا بكم في حياتكم وفي مشاريعكم. يوث سبيس باي بي ان بانك، خليك بلا حدود. انك تكون جينزي يعني تكون كاسح ليجندري، فاهم الدنيا بالمقلوب اما عايش بالصحيح، تكون اللي في مخك ما يسكتك حد، تعدل الموج على صوتك وتوصلها، تصنع الفايب، تترشق بالكرياتيفيتي، تخرج تنتج وتفايبي مع الهوم. من وقتك تعمل فريلانس، من افكارك تلانسي مشروع، حتى كان تحت تقوم وتحاول مرة واثنين وعشرة، هذه هي الحكاية، وانت اللي تهزها للنكست ليفل and you keep it up. حتى كان ما فهموكش احنا فهمناك وعملنا لك سبيس باش تكزيستي فيه، وقرينا حساب غدوة من اليوم. يوث سبيس، خليه بلا حدود. طيب نرجع للبوابرات. مراد العقبي، احكينا البارح على ضغط المباريات الخاصه بالبلدان اللي تستضيف مباريات الافتتاحيه في علاقه بالكؤوس القاريه او بكؤوس العالم، وكنا اكدنا اكثر من مره ان المباريات ديما تبقى صعيبه نفسانيا على فريق او منتخب البلد المنظم. لكن اليوم ربما الخوف كان مبالغ فيه، وكأني باللاعبين ما كانوش حاضرين نفسانيا وبسيكولوجيا لهذا الحدث الكبير. والدليل على ذلك ما قاله أبو تريكا قبل المباراة في أثناء الحصص الإحمائية، قال متخوف أنا من الحصص الإحمائية أن اللاعبين ظاهرين ما هم جاهزين. يعني لاعب متمكن عارف بخفاء الأمور تحدث بصراحة قبل انطلاق المباراة وأكد أن المنتخب القطري غير جاهز. أعطينا التفاصيل، كيف شفت المقابلة وشين الأسباب اللي خلت قطر تظهر بذلك الوجه رغم اللي هما بيدهم اللاعبين اللي قدموا مستويات كبيرة مع منتخبات عريقة. صحيح، هذا الجانب الذهني والجانب النفسي مهم جدا. إذا باش نسبه ونقول يمكن 50% يأثر سلبا إذا كان الضغط سلبي على اللاعبين، خاطر هما البلد المنظم في أذهانهم يحملوا معناها أحلام الشعب القطري والعربي بصفة عامة، كانت كبيرة عليهم المقابلة. لكن في المقابل النص الثاني هو بصراحه فما قدرات لاعبين، يعني فما الحد الادنى، يعني بقدر ما انبهرنا بالتنظيم والكل اليوم الوجه كان باهت. يعني المنتخب القطري ما تبعش التنظيم اليوم. ما تبعش اليوم معناه النص الثاني من بدايه المشوار هذا العظيم، انه المنتخب القطري فرديا وجماعيا ما كانش في مستوى الحدث، كان متحفظ كثير في المناطق الدفاعيه في مناطقه، رغم ذلك معناها خسر النتيجه وخسر الاداء، يعني كان تحفظ مبالغ فيه تقريبا الشوط الاولاني باستثناء في الاخر دقيقه في الوقت البديل توزيع فرصه بالراس للاعب المهاجم نتاعهم، ما خلقوا حتى ركنيه على عكس المنتخب هاي معز علي، على عكس المنتخب الاكوادوري من الدقائق الاولى معناها كسر على نيابه وكان وفي للمواصفات اللي حكينا عليها انهم يتميزوا بالسرعه والتنويع في اللعب والانتقال السريع والتفوق العددي سواء دفاعيا ولا هجوميا. يعني حارس الاكوادور معناها ما تقريبا ما وقعش اختباره، ما وقعش اختباره بكل، شفنا دقيقتين و40 ثانيه يعني هدف ملغى للمنتخب الاكوادور عن طريق فالنسيا، اللاعب هذا تقريبا هو الابرز في الفريق، معناه لاعب يعمل الفارق، وبعدها جاب ضربه جزاء في العمق التمريره الذكيه، وبعدها سجل الهدف الثاني. يعني الربع ساعه الاول 15 دقيقه لعب 1-0، دقيقه 31 2-0، وبصراحه فريق الاكوادور منتخب الاكوادور يشد الانتباه جماعيا وفرديا، فريق منظم برشا، فيه صغر السن، فيه الطموح، فيه السرعه في اللعب، فيه التنويع، فيه المهارات، يلعبوا جماعيا رغم عندهم مهارات معناها مميزين كما فالنسيا، كما كايسيدو رقم 23، كما 19 بلاتا، كما 11 استرادا. المنتخب القطري اليوم معناه
البارح هذول تطرح الموضوع، الناس كل أشادت بالتحذيرات الكبيرة اللي عملوها والإمكانيات اللي تحطت على امتداد معناها يمكن 5 شهور هما على امتداد سنوات. هما عندهم 5 شهور الأخيرة معسكرات في إسبانيا وغيره ولعبوا 18 مدرب. أنا شو نقول هناك نلخص، نقول الإمكانيات المالية لا تصنع فريق مميز. واضح لخصت اكيد مراد، لكن ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله نكون انا غلط. نحكي على المباراه هذه، مباراه اليوم اكيد الجانب الذهني 50% كان تاثيره سلبي، لكن ال 50% الباقيه هي قدرات. انا نحب نسال شكري، هل انه اليوم فما اشاده كبيره بمنتخب الاكوادور على المستوى الامكانيات الفنيه البدنيه الحضور الذهني، خلينا نقول معناه منتخب سيطر طول المعارضة على المباراه، هل أنه منتخب الإكوادور هو قوي واليوم منتخب قطر كان قلوا ما جايش احنا الملعب، كان خارج الخدمة ولم يقدم الحد الأدنى المطلوب، وشفنا حتى اللاعبين متاع قطر ساقين ثقال معنا، فماش حتى في تمرير الكرة فماش حتى كرة صحيحة تعطات، يعني نقطة استفهام كبيرة شو اللي صار للمنتخب هذا؟ ظل الضغط الكبير اللي كان على المنتخب القطري، نعرفه بلد المنظم أول مرة يشارك في كأس العالم، بالرغم انه كانت عنده تجارب سواء في الجولد كاب ولا في 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 الكوبا امريكا، لكن اليوم امام الجماهير نتاعو العالم الكل والانظار نتاع العالم الكل متجهه لقطر والفريق الوطني القطري، دونك يظل الملاعبين من اللي شاف موه كما حكى بوتريكا وحكاو زملائي الكل، يظل من اللي شاف موه تعرف الملاعبي انه تحس فما ضغط كبير عليه. زيد على هذا معناه المنتخب الاكواتوري راه منتخب قوي، منتخب جماعي يلعب طريقة ممتازة، ما عندوش تقاليد كبيرة في الترشح لكأس العالم، ترشح ثلاث مرات هذه المرة الرابعة، حتى في المقابلات الأخيرة خاصة في الأعوام الأخيرة منتخب الإكواتور يقدم في مستويات ممتازة، ما نساوش أنه تعادل مع المنتخب الأرجنتيني، تعادل مع المنتخب البرازيلي، دونك منتخب اللي عنده في الفترة الأخيرة قاعد يقدم في مستويات ممتازة، عندهم لاعبية اللي عندهم إمكانيات كبيرة، نحكيو على فالنسيا لاعب في نرباتشي، نحكيو على كايسيدو من أفضل اللاعبين اللي في الدوري الإنجليزي، لاعبية اللي تحسهم حتى في على أرضية الميدان يلعبوا ليبرين، أنت تشوف طريقة التسجيل معناها ضربة الجزاء تعرف أنه معناها لاعب كيما فالنسيا لوسيديتي كبيرة، معناها بكل أريحية تقدم ونفذ ضربة الجزاء، عكس يظهر لي منتخب القطري اللي كان لقى برشا مشاكل خاصة زاد في طريقة اللعب نتاعو، يظهر لي هذه باش تكون زاد ترانزيسيون اللي نحن لأنه تقريبا باش يلعب نفس خطة تكتيكية المنتخب التونسي، لعب اليوم 3-5-2 المنتخب القطري، المشكلة الكبيرة يظهر لي كانت على الأطراف، شفنا مع بيدرو ميغيل اللي ما كانش معناها ما قدمش حتى إضافة، همام كيف على الناحية اليسرى، أكرم عفيف اللي قطر الكل استنى فيه واللي كان محط أنظار العالم الكل، نفس الشيء شفناه في عديد الأحيان ينزل معناها تحت النص الثاني أبار دي شي معناها يرجع برشا باش ياخذ الكرة وبراتيكمون معناها يخلي المعز عليه وحده القدام، دي شي حتى على المستوى الفني معناها تشوف الملاعبية يحب ياخذ الكرة يتعادى بزوز وثلاثة من لاعبية، عكس منتخب الإكواتوري اللي يلعب ان جو سامبل فير لافون دو تروا باس يلقى روحه معناها تقريبا في على منطقة 18 متر نتاع المنتخب القطري، كيف يظهر لي زاد بعض الأخطاء في الدفاع، ويظهر لي أنا اللي الديكليك صار بعد الخطأ الأولاني نتاع حارس المرمى وقبل عليه المنتخب القطري هدف، هذاك اللي يمكن زاد صعب الأمور على المنتخب القطري خاصة من الناحية الذهنية، واللي كما نقولوا معناها حتى الملاعبين القطريين زادوا معناها تشنجوا أكثر ودخلوا بعضهم شوية، تجسم من بعد زوز أهداف تقريبا دقيقة 16 دقيقة 29، يظهر لي حتى التغييرات من بعد اللي قام بهم المدرب فيليكس سانشيز يظهر لي جات متأخرة شوية، كان ينجم على الأقل حتى بين الشوطين أنه يحاول يعطي روح جديدة يعطي دماء جديدة، عنده لاعبين خاصة زاد علي مونتالي اللي كان معناه حتى في الدخول نتاعو نعرفه بالقامة نتاعو وبالسرعة نتاعو كان ينجم يقدم إضافة، الحقيقة كان يظهر لي مردود مخيب للأمال بالنسبة للمنتخب القطري، إن شاء الله المردود هذا يكون أفضل بالنسبة للمنتخب القطري، لأنه معناه نحبوش نشوف احنا المنتخبات العربية تقدم مستويات ضعيفة شوية خلينا نقول بكل صراحة، إن شاء الله في المقابلات الجاية نشوفوا أفضل منتخب القطري، وعلاش لا معناه يحقق حتى هو انتصار ولا حتى يسجل أهداف خاصة في أول مشاركة لي في كأس العالم. يعطيك الصحة شكري كابتن حمود. مراد العقبي قال منذ قليل أنه المنتخب القطري خسر الأداء خسر النتيجة، فهل يمكن أو نخشى أن يخسر ثقة الجمهور؟
والله خلينا نقول ان يعني قطر كسبت الافتتاح ونجحت نجاح باهر في الافتتاح، لكن يعني نقول حفل افتتاح رائع ومنتخب فنيا نقول نقدر نقول ضائع اليوم صراحة. يعني المنهجية غايبة بصراحة. أولا تحضير الذهني للمباراة ما كان في المستوى. إيش هي من يتحمل مسؤولية هذا الإخفاق في التحضير الذهني والنفساني لمقابلة افتتاحية متى كأس العالم؟ لأنه الإدارة الفني وكل ستاف اللي كان محيط بالمنتخب القطري كما قلت وفي إمكانيات رهيبة وضعت على ذمة هذا المنتخب منذ 2017 وحتى قبلها، لأنه على مستوى اللاعبين قاعدين يلعبوا مع بعض منذ سنوات. من يتحمل مسؤولية عدم إعداد اللاعبين اللي عارفين باش يكون فما ضغط وفما مباراة افتتاحية وفما كل العالم يراقب ويتابع هذه المباراة؟ من المسؤول عن هذه الوضعية؟ لأنه فما حد أدنى من الخوف ومن الارتباك ومن الضغط بتاع المقابلة افتتاحية، لكن لم نرى أثر لمنتخب كنا نعتقد أنه باش يقدم على الأقل الحد أدنى مطلوب في مقابلة كما هك. أولا غياب الأهداف، يعني منتخب قطري لأول مرة يشارك في كأس العالم، يعني إيش المطلوب من قطر يعني؟ بصراحة كانت الضغوط أكبر، ما أعرف ليش. يعني أولا لازم أهدافك تكون واقعية. أوكي أنت بلد منظم، قدمت حفل افتتاح رائع، استضفت يعني تظاهرة كبيرة، لكن أولا أهدافك لازم تكون واقعية، أنك أنت تظهر بمستوى جيد، حجم الضغوطات يقل، التحضير النفسي يكون واضح أن دائما اللاعبين الأداء الجيد هو اللي يصنع نتيجة جيدة. لكن ما بصراحة كان في ضغوطات تحسها من البداية. المنتخب القطري في أول ربع ساعة خسر المباراة، في أول في البداية هدف الملغي ممكن كان بيصير المباراة لاتجاه آخر، الدقيقة 14 الهدف الثاني. لما نجي نحكي أولا على المدرب اللي مستمر مع المنتخب سنوات، الاستمرار في كرة القدم عشان ينجح يلزم إمكانيات. يعني في النهاية أنت عندك الإمكانيات المادية، شاركت على مستوى عالي، لكن يبقى مستوى اللاعبين اللي داخل الملعب. بصراحة اللاعبين المتواجدين في المنتخب القطري ما في جودة عالية، يعني ممكن أكثر من 50% أنا أشوف اللاعبين يعني ما عندهم الجودة العالية اللي توصلك في تظاهرات كبيرة. مثلا لو نجي المدرب سانشيز تقريبا من 2017 أو 16 موجود مع المنتخب 2017. لما تجي عبد الكريم حسن وخوفي وبسام الراوي وبيدرو، ويمكن الاستثناء الوحيد همام الأمين اللاعب الجديد، الأربع الأسماء أو سعد الشيب حارس المرمى هذه متواجدة من سنوات على مستوى نص وسط الملعب، بضياف أو عبد العزيز حاتم أو الهيدوس فترة كبيرة موجودين في المنتخب، المعز وأكرم عفيف نفس الأسماء. لكن اولا بصراحه طريقه الخمسة 3 2 او 3 5 2 بصراحه ما هي واضحه بالنسبه لي. سانشيز ايش يبغى؟ اولا دفاع متاخر، دفاع متاخر في اول اربع دقائق سوء تنظيم، استقبل هدف بصراحه بطريقه ساذجه، لولا الفار ممكن تصعب المباراه. الشيء الاخر تلعب خمسه مدافعين تستقبل هدف في العمق ضربه الجزاء، فراغ ما بين المحاور وثلاثي الدفاع، وأيضا عندك لاعب ليبرو وتستقبل هدف انفراد وضربة جزاء. الهدف الثاني للمنتخب الإكوادوري كرة عرضية في وجود ثلاثي الدفاع وضربة راس، يعني ضد كل المعطيات اللي أنت تلعب فيها. أنت تلعب طريقة ما أنت ناجح فيها أبدا، يعني ما ألغيت مفروض الثلاثي يلغي خطورة الكرات العرضية في لاعب زايد، يلغي خطورة الكرات اللي خلف المدافعين في لاعب زايد. للأسف اختار دفاع متأخر، قلل وحجم فريقه بشكل مبالغ فيه، عطى الأفضلية للإكوادور. ما بانت ولا عيوب موجودة عند منتخب الإكوادور اللي عنده بعض العيوب. يعني احنا يمكن المنتخب الاكوادوري لعب مع المنتخب السعودي مباراه وديه في الفتره الاخيره، شفنا بعض العيوب عندهم وعندهم المميزات، لكن للاسف اليوم المنتخب القطري اعطانا وجه بصراحه يعني ما نقول محبط. انا كنت اتمنى اداء، النتيجه مو مهمه في المشاركه الاولى، لكن نعم. ان شاء الله يتحسن في الجوله القادمه. هذا ما نتمناه اكيد. سنعود للحديث وناخذ راي الكابتن قيس وكابتن نزار بخصوص المباراه واداء المنتخب القطري في هذه المقابله الافتتاحيه من كاس العالم، الاكيد بعد هذا الفاصل الاشاري.